بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أيام الحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من عشر ذي الحجة. سمي يوم التروية لأنه كان في الزمن السابق كان الحجاج يروون الماء لهذا اليوم إلى منى وإلى عرفات في طريقهم إلى الحج، يعني يؤمنون الماء لهم، لأنه لم يكن في ذلك الوقت لم يكن هناك خطوط مياه وخزانات مثل ما هو الآن ولله الحمد، وإنما ينقلون الماء معهم على الدواب ويؤمنونه لهم. فسمي يوم التروية من الري، وهو ضد العطش، هذا يوم التروية. يستحب فيه أن الحاج يحرم في صباح هذا اليوم من مكانه ومنزله، ثم يتوجه إلى منى وينزل فيها ويصلي فيها الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت فيها ليلة التاسع، ولا يجمع الصلاتين مع بعضهما، بل يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية إلى ركعتين، ويكثر من ذكر الله ومن التلبية في هذا اليوم. هذا هو يوم التروية، وهو يوم من أيام الحج يسبق يوم عرفة، تهيأ فيه الحجاج ليوم عرفة. فهذا هو السنة، أن ينزل فيه هذا اليوم، ينزل في منى ويصلي فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع للرباعية، ويشتغل بالتلبية وبذكر الله سبحانه وتعالى. ثم في صباحه، في صباح يوم التاسع، يتوجه إلى عرفة. وهذه الليلة، ليلة التاسع، تسمى ليلة عرفة. ليس هناك يوم تسبقه ليلته إلا هذا اليوم تسبقه ليلته. فيبيت الحاج في منى ويشتغلون بالتلبية، فإذا أصبحوا تحركوا إلى عرفة لأجل الوقوف فيها لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة. فيوم التروية يوم من أيام الله عز وجل، ويوم فاضل، ويستحب أن يكون الحاج نازلا في منى ويصلي فيها الصلوات الخمس من الظهر إلى الفجر ليلة التاسع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.